يلا تعالي، عاوزينك في الإدارة بسرعة. أنا موقفي أصبح في منتهى الإحراج أمام مجلس الإدارة. في السرعة الأولانية ضاع مني ترقية، مين عارف المرة دي هيجيني إيه؟ ياسمينة يا سعادة البيه. عادي. اسمك ايه؟ زي ما قالك حضرة الملاحظ. اسمك بالكامل؟ ياسمين حسين السيد عبد الودود. انت امبارح بعد ما خرجت من المصنع رحتي فين؟ احنا ما بنخرجش على الساعة، أول ما بنسمع الصفارة بنغير هدومنا ونروح. انت بتقولي احنا ليه؟ أنا بسألش على الكل. انت بالذات روحتي الساعة كام؟ طب أنا واحدة من الكل. وبعد ما خلصت من العمل رحتي على فين؟ الله، رحت مطرح ما رحت جرايس حسين ده، لو عريسي سألني السؤال ده كنت خدت على خاطري منه. ياسمينة. نعم. انت عرفتي طبعا ان المصنع اتسرق؟ ما كل البنات عرفوا، اشمعنى انا اللي بتسألوها؟ جرايس حسين، انا اشرب بنت في المصنع ده ولا لا؟ شوفي بقى، السؤال اللي اسأله لك تجاوبي عليه وبس. طيب. انت امبارح كنت موجودة في المصنع بعد العمال والموظفين ما انصرفوا، فعشان كده جبناكي نسألك. انا؟ اصل امبارح بعد ما روحت فتحت شنطتي ما لقيتش الكيس، افتكرت اني سبته في البالطو. بعدين اخدتها جاري لغايه المصنع، لقيت البوابه مقفوله، فضلت اتحايل على استسمعني انه يدخلني، مرضيش. دخل هو ورجع قال لي مفيش. وبعدين وراح الكيس. لا يا بيه، المال الحلال ما يروحش ابدا. لقيت النهارده الصبح جنب الحنفيه. عند اهل اسماعيل. كانت الساعة كام لما ياسمينة جات لك يا اسماعيل؟ بعد ما قفلت البوابة بربع ساعة. وزميلك كان فين؟ كان موجود. انت قلتي انك قابلت اسماعيل بس وتحايلتي عليه. لقيت الاتنين يا بيه، سي اسماعيل وسي علي. يعني اسماعيل دخل يدور على الكيس وفضل علي. بعد ما رجع اسماعيل دخل علي. اصلها غلطتي من الاول يا بيه، انا اللي قلت لهم ان الكيس في مريالة. مظبوط الكلام ده يا اسماعيل؟ مظبوط يا بيه. انا عمري ما اكذب يا بيه، وعمر انسان ما خونني، انا طول عمري عايشه شريفه، واشرف مني ما تلاقيش من النبي يا بيه. ما تركوش اي اثر وراه، لا بصمات ولا ابواب مكسوره، وده يؤكد ان العصابه لها شركاء داخل المصنع. مش جايز يكونوا اخذوا رشوه وافتعلوا تمثيليه ضربهم وتكتيفهم؟ ايه المانع يا فندم ان احنا نعين ملاحظ بمعرفتنا؟ نضمن منين انه ما يستجيبش لاغراء الماده هو كمان؟ لا يا فندم، انا قصدي واحد من رجالتنا احنا. هي فكره مش بطاله، بس لازم يكون غير معروف للمنطقه. فعلا. بتفكر في حد معين؟ ايوه يا فندم، في واحد ينفعنا قوي، الرقيب امين محمد حسني، اشتغل معايا كتير واثبت جداره كبيره. انت يا اخينا ما تفتح لي الباب. ايه عايزه ايه؟ انت الباب الجديد؟ انا ضابط الامن، عايزه ايه؟ انا موظفه هنا. في مواعيد للدخول والخروج. ليه؟ هي مدرسه؟ اخصموا مني ربع يوم وايه يعني؟ حكايه الربع دي اتلغت. مين لغاها؟ انا. يا استحسين ما تشوف الجدع ده مش عايز يفتحلي. دي واخده اذن من امبارح بتاخير ساعه يا سامين. وما قلتليش كده ليه من الاول؟ حقك عليا. لا صلاح، هو البي اسمه ايه؟ شوف اكل عيشك اجري. طب ما تشخطش. Thank you.
الحته الورانيه اللي في ظهر اسم الفتله هي نقطه الضعف، يعني ممكن المخزن يتسرق من غير البوابه ما تتفتح. فعلا السور واطي قوي. اعمل مذكره وانا امضيها لك نقدمها لمجلس اداره، نعمل مقايسه ونطلع السور متر كمان. على ما نعمل ده كله يكون المخزن اتسرق. امال تفتكر يعني هنعمل ايه؟ انا عايز كشكليه في الحته دي. معنى كده انك هتقيم في المصنع، يعني مش هتخرج منه ولا ليل ولا نهار. انا راضي. ليه يا اخي؟ هو انت ما عندكش بيت؟ عندي طبعا. طب تسيب ولادك؟ انا مش متجوز الحمد لله. يا سلام، لغايه دلوقتي. طلع ايدك من جيبك، طلع ايدك من جيبك. طب سيبني مسكت كده ليه؟ بقول لك طلع ايدك من جيبك. سيب ايدي. مخبي ايه؟ معلش يا سامين، دي حاجه بسيطه يمكن نساها في جيبه. يا سامين من فضلك كل واحد يتكلم عن نفسه. صلاح اركن لي ده عندك. انا بقى هطلع اللي في جيبي من غير تفتيش اهو. اوعي يا بنت انا مستعجله. افتح الشنطه. ليه؟ خلصينا يا ياسمين. لا في ايه يا صلاح؟ مش عاوزه تتفتش. طب اطلعي من الصف، خش جوه. افندم مش عايزه تحترم النظام ليه؟ فوضى وبتسميها نظام؟ يا سلام. وحياة عبد السلام. طب افتحي الشنطه عشان تروحي. مش فاتحاها، وريني هتعمل ايه. اوعى تسيبني، ما انتش مفتشني غصب عنك. ها لقيت حاجه؟ ما تفتشني انا كمان، يمكن اكون مخبيه حاجه جوه هدوم. ما تفتش. مكسوف؟ ما تفتش. لا لا يا امين، اسلوب القسوه مع العمال زياده عن اللزوم. اللجنه النقابيه احتجت، وكمان تصرفك مع البنت دي. يا فندم هي اللي عفرت معايا في الكشك. عفرت معاك علشان كنت عايز تبوسها. انا كدابه؟ الحقني يا بيه، شايف سعادتك وعايز يضربني قدامك كمان. روحي يا شاطره شغلك. حاضر. منك لله. بنتي ما تربتش صنف الحريم ده خطر، لازم تحترس وانت بتتعامل وياه. يعني ايه؟ لا لو شفت بنت اضربناها سلام. انت ما اتعاملتش مع حريم قبل كده؟ ولا اقبله. عشان كده انا بستغرب، بشوفك بتعامل الولد زي البنت. تمام والله، اذا كان المدير عايز نعامل البنت شكل والولد شكل يبقى فين النظام؟ تعالى يا سامين شوف لنا حل. ايه في ايه؟ الخناقه جوه العنبر. خليك انت. اي الحقوني وحشوني انا متوحشه. اوعى اوعى تبني انت كمان. تعالي بس انت مالك يا اخي قليل بالادب، اصل مالكيش اهلي يلموك. خلاص يا علسانك اوعى تبني. تعالي هنا مجنونه. سوية تعالي بس. انت مالك يا اخي ما تسيبني. تعالي اهو سيبوني عليها. اسكت. يلا يا بنات كل واحد تروح تشوف شغلها. يلا ايه ده؟ فتشهم حته حته ولا اجيب لك نضاره معظمه عشان تشوف بيها كويس؟ فتش. طب لم الكراكيب دي. لم لا مؤاخذة. اوعى تنسى يا سامين الليلة عقبال عندك. ربنا يتمم بخير. عارف لو ما جيتش هزعل منك. لا جاي بإذن الله. يا مرحبا يا مرحبا.
الله يبارك فيك، اتفضل جوه. لا معلش انا مش قاعد كتير. ليه وراك ايه؟ المصنع بقى ما انت عارف. يا امين ده فرح اخوك حسين. وحياتك عشان كده انا جيت. الشربات هنا متولي. انا هشرب الشربات واتكل على الله. الف مبروك. الله يبارك فيك. الف مبروك. الحمد لله اللي جت على كده. انا خايفه. خايفه قوي. طيب بقول لك خايفه قوي يا سي امين. خايفه. هوصلك. ربنا يخليك ليا. استنيني انت في المكتب. عشان تصدق ان كل الناس بتكرهني. هي البت فوزية اللي ضربتها. حطتهم لي في الشنطة عشان تغيظني. وانا مسكينة ومظلومة والنبي يا سي امين. طب بس فتحي عينيك المرة اللي جاية. حاضر. روحي انت وانا هرجعه. بس ما تبلغش الادارة والنبي. عايزك في حكايه. حكايه ايه؟ حكايه مهمه قوي. بس والنبي ما تكسفنيش. ايه هي يعني؟ ما تسالش هنا. امال تتقال فين؟ زي ما تحب، بس مش في المصنع. طب ما انا موجود في المصنع هنا ليل نهار. يوم اجازتك مش هعطلك والنبي.
الله، اما النهارده الميه حلوه بشكل، تيجي تاخد غطس معايا ولا محرجين عليك في الشغل من نزول البحر؟ لا ابدا. الله، ومالك واخد الدنيا جد كده ليه؟ بحبحها شويه، فك التكشيره اللي على وشك دي. الحمل اللي شلته على كتافي من اول مواعيد على الدنيا ما خلاش عندي وقت اضحك وافرفش. انا زيك تمام، ربيت اخواتي، كنت بحرم نفسي من كل حاجه عشان اسعدهم. وده اللي خلاك ما اتجوزتش لغايه النهارده؟ فعلا. طب ودلوقتي؟ دلوقتي الحمد لله، اهو واحد دكتور في المانيا والتاني مهندس في مصر. خلاص فرفش بقى، نفسي اشوفك بتضحك. اهو كده ياسمينة. دقيقة واحدة. مين ده؟ ده ابن خالد ابن عمتي. ظاهر واخد عليك قوي. اصله مربيني. ايه انت بتغير ولا ايه؟ انا؟ لا ابدا. اللي بيحبوا هم اللي بيغيروا. وانت يا سي امين بتحب؟ ياسمين. ياسمين انا الحب مش بالشكل ده، وتغير عليه من ده وده. الله، ايه رايح فين؟ مروح. الله، مش متفقين نتغدى هنا؟ ما اقدرش، جزوم يضربني. طيب هشوفك تاني امتى؟ مش عارفة. بعد بكرة؟ لا، الاسبوع الجاي زي دلوقتي. سعيدة بقى. طب اجي اوصلك. لا لا، ما تتعبش نفسك. سلام. اتأخرت عليك؟ كنت هستنى ربع ساعة كمان وامشي. وهون عليك؟ ما انا بقالي ساعتين مستنيك. ووراك ايه يعني؟ المصنع. مصالح هناك. ورديته خلصت من ساعتين. والنبي انت بتبخس في روحك يا سي امين، ده انت لو ورث المصنع ده من اهلك ما كنتش تحافظ عليه بالشكل ده. اكل العيش يا ياسمين. عيش؟ هو فين العيش ده يا حسره؟ ياسمين مالك؟ سكت ليه؟ وعايزني اقول لك ايه يعني؟ انا ملاحظ انك اتغيرتي، دايما بتهربي مني، كل ما اجي اكلمك في المصنع تبعدي عني. ياسمين انا بحبك، بحبك. وانتي؟ ها؟ مسعدة. ايه؟ سيبك منهم دلوقتي. اصلنا متوعدين نتقابل هنا. انت قلت لهم ان انا عازمك. وفيها ايه؟ لا ابدا، بس كنا عايزين نقعد لوحدنا. معلش. تعالي يا مسعدة، تعالي تعالي. صباح الخير يا حضرة. يا بنت اقعدي، ده حضرة الملاحظ نبطشية راحة. اقعدي اقعدي. اسكتي يا ياسمين، مش كنت هتنشل النهارده الصبح في الترماي؟ ازاي؟ حسيت بواحد بيحط ايده في جيبي. وعملتي ايه؟ قضيته. جاتك خيبة؟ كنت سيبيه ينشل الكيس، يمكن لما الاقيه فاضي يحن عليك ويحط لك فيه حاجة. ما بتضحكش ليه يا سي امين؟ اسلم. اصل سي امين مخاصم الضحك. الله، رايح فين لسه بدري؟ رايح المصنع. اخص عليك يا سي امين، دي لسه القعده هتحلو. معلش. سلام عليكم. طب مع السلامه. الله، هو حضره الملاحظ مش زعلان ولا ايه؟ ولا يهمك، بكره يروق. تشربوا ايه يا بنات؟ ايه ده يا سي امين؟ ايه في ايه؟ باش مهندس عاوزك، قلت له انك بتلف في العنابل. من امتى؟ لسه حالا. بصراحة انت مش عاجبني، كل يوم كل يوم يا اخي اتجوزها واخلص. وحياتك بفكر في كده بس، مش عارف فاتحها ازاي. طب يلا اخويا كلم الباشمهندس وبعدين ابقى افكر على مال.
ايوه يا فندم. عاوزين نشد الحراسه لان الخامات هتوصل بعد يومين ثلاثه. انا يا فندم عامل ترتيبي. اذا كنت عاوز ازود الحراسه قول. انا وصلاح كفايه. يعني اطمن؟ ان شاء الله. اتفضلوا. يلا كل واحد على شغلها. زي الحال. كله تمام. مفيش خناقات ولا مشاغبات؟ مدام ياسمين مش موجودة يبقى زي ما أنت شايف. هدوء وكل واحدة في شغلها. هي واخدة أجازة؟ هي دي بتاعت أجازات. دي بتقب وتغطس زي السمك الرعاش. إزيك يا مسعد؟ إن شاء الله تسلم. أمال فين ياسمين؟ مش عارفة والنبي يا سأمين. قالت لك إنها مش جاية النهاردة؟ هي دي بتقول حاجة. جايز تكون عيانة؟ هي دي بتاعت عيا. دي أتخن عيا بيشوفها يهر. دي عمرها ما قالت آه. أبي عمري عليك يا جميل. والنبي يا معلم برع أنت كلامانجي وفعل ما فيش. ليه بقى؟ ده أنا لسه مقاطها امبارح بعشرين قاهية. يعملوا إيه؟ ده جوز الفراخ بالشق الفلاني. ولا الحمام؟ حتى الطيور النهاردة بقت بالميزان. وبنفوها برضه في السلوفان. والنبي انت اللي هابك. هما يعني اللي بيلبسوا ويركبوا عربيات احسن مننا في ايه؟ عندهم فلوس اغنية. واحنا ليه ما نبقاش زيه؟ شويه فساتين ونبقى احسن منه. منين يا حسن؟ نتجوز واحد غني. لما الغني يعرف انك بنت عم حسنين السمكري يعمل ايه؟ ساعتها اعيط واقول له انا فقير سيبني ابعد عني. يهزأ فيا اكتر ويموت في دباديب. مالك يا جميل؟ سكت ليه؟ بتحسر على نفسي يا معلم. وهو انت ناقصك حاجة؟ ناقصني كل حاجة. أكتر من اللي انت فيه. شوف. حلو، مين دي؟ دي البت وردة جارتنا، اللي كانت بتشتغل معايا في المصنع. اتجوزت. جوازت ايه يا معلم؟ وقعت على راجل غني كسيب، خدع على مصر ومعيشها زي البرنسات. وهدوم ايه وعز ايه ونغنغة ايه؟ ده لو النبي لما بشوفها بتحسر على نفسي. كده؟ ليه؟ ما تزعليش نفسك. ده انا عينيا ليكي. عينيا ليك يا ياسمينة. تسلم ايدك يا سيد الرجالة. اقعدي جنب المعلم يا بيت. الله. ايه ده بقى؟ الميه خلصت وانا لسه عطشان. الواد بنجر زمانه جاي. هو اتاخر كده ليه؟ يكونش بيقطرها على ايديه. اهو جه. هاتي الازازه منه واكسري رقبته. بس اوعي تغلطي بقى وتكسري رقبه الازازه. نعم. هي الانسه ياسمين مش ساكنه هنا برضه؟ أمين. خبيني خبيني اعمل معروف. ضربوني عايزين نقعد مع الرجالة. وانا من يوم ما شفتك مش طايقة اشوف راجل غيرك. خليني اقعد معاك اخدمك. عثمان جوز امي ما عندوش قلب ما عندوش ضمير. عايز يعملني سنارة يصطاد بيها. ما تسيبنيش.
ما تسيبنيش، خليني جنبك، أنا خايفة. الصبح لازم نتجوز يا حبيبي. مين؟ افتح يا سأمين. ده جوزهم. ياسمينة موجودة، اتفضلوا. موجودة؟ يا انصفت يا انصفت يا انصفت. وطي صوتك يا وليا. كفايت عنده يا عثمان. طب وطي صوتك، مالك فضايح. كده برضه يا ياسمينة تضيعي مستقبلك مع واد صايع. ممكن نتكلم بهدوء؟ هدوء؟ تسرق البنت عن عينك وتقول لي هدوء؟ أنا ما سرقتهاش. ده جواز على سنة الله ورسوله. اتجوزتها كمان؟ يا لهوي يا لهوي يا لهوي. لا يما لسه ما اتجوزناش. ما اتجوزتوش؟ يا لهوي يا لهوي يا لهوي. ما حدش يقرب منها، سامعين؟ لا بقول لك ايه؟ ده احنا نقطعوك حتت وندفنوك في سبع ارض. هتجوزها يعني هتجوزها؟ خلانها وامها وجوز امها مش موافقين. ها؟ هي حاجة عافية يا اخواتي. هاتوها اللي لازقة جنب منه دي، هاتوها. قدامي يا بت، بقول لك قدامي. هتمشي معانا ولا نبلغوا البوليس والنيابة؟ أنا همشي معاه. لا بالذمة إيه؟ بقول لك قدامي قدامي يا بنت قدامي. تشكر يا أخ. عملت ايه يا حسين؟ فضلت عندهم يجي ثلاث ساعات بحاول اقناعهم، مفيش فايده. مش عاوزين يسمعوا سيرتك ابدا. طبعا لان كشفتهم، عايزين يتاجروا فيها. على العموم نسيبهم شويه. بص لنفسك يا مين، فكر في شغلك. انا سيب كل حاجه، منعوها من المصنع. بنتهم وهم احرار فيها. لا مش ممكن حاسبها، دول اوباش كلهم بيستغلوها لمصلحتهم. تمالك يا سيدي. حرام حرام، أنا بحبها. أوه. كلنا حبينا ونسينا. لكن أنا مش قادر. دي أول واحدة في حياتي. في إيدك اتعب. أقعد جنبها. أرحمها من العذاب اللي هي فيه. هتتعب نفسك أو أنت. دي غلبانة. والنهاردة ملهاش حد في الدنيا غيري. بقولك ياما، هروح اجيب نص كيلو بن واجي. ما تتأخريش، انا مستنياكي هنا. حاضر. اربع ايام وانا بلف حوالين البيت، عايز اشوفك. ازاي بس؟ بأي طريقة، انا موضبة بنفسي. ساعة ما تقابليني هنتجوز. ايوه انا خايفة عليك. لما يلاقوا نفسهم قدام امر واقع هيسكتوا، احنا مش بنحب بعض. امي جاية. طب لازم اشوفك. يوم الخميس الساعة 11 عندك في البيت، يلا. بتعملي ايه؟ تعالي.
صلاح. يلا عم استنى. هعطلك ساعة كمان. ده اسمه كلام برضو يا امين. عندي مشوار مهم يا صلاح. ما احنا ورانا مشاوير مهمة برضو يا اخي. معلش يا صلاح، اصل اخويا اللي كان في المانيا رجع النهاردة. هقعد معاه ساعة زمن وارجع لك. والساعة الجر ساعة زي كل يوم. عيب، كلمة شرف. احنا دلوقتي 11 الا ربع، 12 الا ربع هكون عندك. الامر لله. اتفضل يا سامي. كتر خيرك. يا سمير الوشطة شاف نور الشباك منور. الساعة كام دلوقتي؟ 12 الا ربع. ده منهور لمين؟ رجالة البيه. مين هو؟ انطق. عاصم الدمنهوري. في انهي حته؟ اوعى تبلغ ياسمين هناك.
اخس كلب. بقى مرات ما كانت معادك الساعة 11 عشان تفضل مستنيها وتروح هي تقبض ثمن البضاعة. مش ممكن، مش ممكن. مش مصدقني؟ هم مستنيين مني تليفون. تعال كلمهم. الو، انا بسيوني. ايوه بيه، انا بسيوني. كله تمام؟ ايوه تمام، بس عايز اكلم ياسمينة. ايوه بسيوني. اسمع، رحله منور. مبروك يا عاصم بيه، الرجاله هيستلموا البضاعه. طب يا بسيوني، هنزل بيه ونتقابل في البيت. عنوانهم ايه؟ 33 شارع الشاطبي. بلغ النقيب طارق وانا رايح لهم حال. ايوه صلاح. ايه؟ امتى؟ طيب طيب، امال فين امين؟ انت وشك حلو على الشغل. ده من ذوقك يا عاصم بيه. لا ابدا، في ناس كده اول ما بشوفها بتفائل بيها. دي تالت عمليه بتتم بلطافه وسهوله، وانا احب السهوله. وانا احب الفلوس. باي باي يا عاصم بيه. مع السلامه. دقيقه واحده، استني هنا. انت مين وعايز ايه؟ امين. مين ده؟ ده ملاحظ امن المصنع. محدش يتحرك، البوليس عامل كمين العربيه وزمانه جاي حالا. شفتك يا ياسمين يا مجرم. اسلمك للبوليس. وايه اللي هينوبك؟ لازم اسجنك. ما انت كمان هتتسجن، انت قتلت عاصم بيه. كنت بدافع عن نفسي. محدش هيصدقك، ده انت بتحبني. بتحبني؟ لا لا كذاب، انا عارفه ومتاكده انك بتحبني، وانا كمان بحبك. تعال ناخد الفلوس ونهرب، دي فلوس تغنينا العمر كله. هنعيش، هنعيش سوا، هنعيش. لا لازم اسلمك للبوليس، لازم.
اهلا تسوقي بيه. اهلا. في صحتك يا تسوقي بيه. في صحتك يا ورده هانم. اتفضل. يا ابني هنا بس تعالى. مش تبتدوا يا جماعه؟ مين البنك النهارده؟ مفيش غير البنك الاعظم دسوقي بيه. طبعا طبعا هو في غيره دسوقي بيه. 100 جنيه احنا فين؟ في امان في شقه ورده صاحبتي. هو جبتني هنا ليه؟ وكنا هنروح فين؟ انا معرفش حد في مصر غيرها. تعالى ما تخافش، احنا طول عمرنا متربيين سوا. انا لازم اسلمك للبوليس. بوليس؟ انت اتجننت؟ اطلع عاصم بيه واظبط عليك. انا كنت بدافع عن نفسي. محدش هيصدقك، عشان كده انا هربت بيك وجبتك هنا عشان محدش يعرف مطرحك. كدب كدب. لازم اسلمك للبوليس. امين. فين شنطه الفلوس؟ امين وطي صوتك، صاحبتي وجوزها ما يعرفوش عننا حاجه. البوليس لازم اسلمك للبوليس. بوليس؟ بوليس ايه يا سعيد بيه؟ اصل عايز يبلغ البوليس على العربيه اللي صدمتنا. ها؟ الحمد لله اللي جت على كده، ده انت كنت في خطر، كنت في حاله نزيف شديد قوي. تعالى يا سعيد استريح. سعيد؟ تعالى وارجوك ما تقومش من السرير، اعمل معروف. تعالى عشان خاطري ما تقومش بقى من السرير. اسمع الكلام وهودها، دي كانت هتموت نفسها علشانك. لازم اسلمها للبوليس. بوليس ايه؟ ما دمتم مش عارفين نمره العربيه. انا قلت له كده برضه. ما كانش يجب ان تقوم من السرير. يا ده حرارته مرتفعه جدا، لازم نجيب له دكتور. لا لا ارجوك. احنا عملنا الاسعافات الاوليه، لكن الدكتور برضه يطمننا. ليه؟ ما هو فاقه بقى كويس اهو. في مانع الدكتور يشوف؟ لا طبعا. بس هو لو نام شويه الحراره هتروح وهيصحى كويس. انت قادرة؟ 100 جنيه اكبر مبلغ خدناه من الجنيوت. الظاهر ان صاحبتك وشها حلو علينا. من ايام ما كنا سوا في المعسكر كانت شقية، شقية موت، لكن دمها خفيف. ربنا يشفي لها جوزها، ما لحقوش يتهنوا بشهر العسل. انت برضو مصدقة حكاية العربية؟ يا سلام عليك، بطل شك بقى. ما يخافش من الدكاترة إلا المجرم الهارب. يا شيخ حرام عليك، بقى ياسمينة وجوزها مجرمين. أنا أشم ريحة المجرمين على بعد 500 كيلو. أصلا أنا عندي حساسات زي المنجمين. يا سلام، كذب المنجمون ولو صدقوا. طب إيه سر الشنطة اللي عندها تخم مليانة فلوس؟ وعرفت إزاي؟ مش قلتلك انا عندي حاسه سادسه؟ انا بشم ريحه الفلوس على بعد 500 كيلو. المهم سوي بيه معجب جدا بصاحبتك ياسمين. والنبي ايه؟ ده كان هياكلها بعينيه. والله كنت صفحتها له. ليه؟ ما كل شيء بحسابه. ايوه، لكن لكل شيء اوان. وهو كله بثوابه. أنا عدم المؤاخذة راجل مؤمن. مؤمن بالله الواحد الأحد. رد على السؤال، إيه العلاقة اللي بينك وبين أمين محمد حسني؟ خطيب بنت ياسمينة، وبينه وبينه حبل ثقة ورباط مودة. أمال ليه بتقول إنه خطفها؟ وعايز تثبت في المحضر وقعة الخطف؟ لأنه لازم يتجوزها برضايا. رضا الوالدين كبير قوي يا بيه. صلاح مساعد الامن بيقرر انكم هاجمتوه وكتفتوه، وان امين حاول يقبض عليكم. ده تمثيل في تمثيل. الاعتراف بالحق فضيله. خطيب بنت يطلب مني اللوري عشان ينقل بضاعه، ارفض ازاي؟ ده انا حتى بقليل الاصل. يعني امين اللي طلب منك فتح المخزن
ونقل البضاعة. أيوه، وبالأمارة قال لي ما تسألنيش عن السبب. وما سألتوش؟ أسأله إزاي؟ ده خطيب بنتي، ده أنا حتى بقليل الأصل. وقد أقفلنا المحضر في تمام الساعة 12:00، وقررنا القبض على ضابط الأمن أمين محمد حسني. من هنا؟ لا، ما تسيبنيش. هسلم نفسي. هتبقى مجنون. هبقى مجنون لو سمعت كلامك. أنا طول عمري راجل شريف، عمري ما مسكت في إيدي قرش حرام. ليه عايز تضيع الفرصة من إيدينا؟ فلوس وربنا بعتها لنا. فلوس حرام. بس هتغني العمر كله. لا لا. أمين. أنا بحبك ومش ممكن أخليك ترمي نفسك في السجن. إحنا ملناش غير السجن، أوعي سيبيني. أنا لازم أسلم نفسي. حكمت المحكمة حضوريا بإحالة أوراق المتهم أمين محمد حسني إلى المفتي. بوليس له عينين في كل حتة. أنا أدرى منك يا ياسمينة. لكن أنا بحبك يا أمين، ما أقدرش أعيش لحظة من غيرك. إزاي ترمي نفسك في السجن بقية عمرك ويمكن يحكموا عليك بالإعدام؟ هنفضل ماشيين نبص ورانا مشلولين مرعوبين. بتهيألك هنعيش وحنخرج، بس طوعني 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 يا أمين. ايه رأيك؟ أظن كده مش ممكن حد هيعرفني. مش ممكن. الله، مش هنفطر مع الجماعة؟ أنا ما عنديش استعداد أستنى هنا دقيقة واحدة. حاضر. نروح أي مكان تاني، يلا بينا. حاضر. مدام. صباح الخير. إحنا آسفين يا جماعة، جوزي فريد مصمم إن إحنا نسافر. أخص عليك يا ياسمينة. بقك مني بحبك تأذيني؟ أعمل فيكي معروف يكون ده جزاتي. إيه؟ اتفضلي. صورة جوزك منشورة في الجورنال، البوليس بيدور عليه. خدعتوني، قلبتوا العار لبيتي، كرامتي اتمرمطت في الطين، رحنا في داهية علشان طيبة قلبك. فلوس؟ أنا مش بتاع فلوس، الورق ده ملوش أي قيمة عندي. سمعتي اغلى من اموال الدنيا كلها. مبسوطه كده يا ستي ورده؟
صحابك عاوزين يشتروني عشان اسكت على جريمتهم. بره، اتفضلوا بره. بره غسان. طب خلي ياسمينة، البوليس ما جابش سيرتها. اعمل معروف يا غسان، دي غلبانه وهتتبهدل معاه. ياسمينة؟ اه. طيب بس هو يمشي. ياسمينة استني. ما اقدرش اسيب امين، انا خارجه معاه. تبقي مجنونه، البوليس بتدور عليه في كل حته. طب ما تخلونا احنا الاثنين لغايه لما الجو يهدى. وحياتي عندك يا غسان، خليهم وبالشروط اللي تريحك. اتفضلوا وهو كله بثوابه. اقوال عثمان فيها مغالطه. صحيح امين اتقدم علشان يخطب ياسمينه، انما عثمان رفضه، وكل الشهود بتؤكد ان ما كانش في اي تفاهم بينهم. لكن هو قال ان بينهم وبين بعض حبل ثقه ورباط موده. مش ممكن، مش ممكن انسان طيب وشريف زي امين يتحول بالسرعه دي الى مجرم خطير. طب ليه اختفى من يوم الحادث؟ ايه اللي خلاه يهرب مع ياسمينة؟ فيه لغز غامض لازم ينكشف لنا. عموما يا فندم انا بعت اشاره باوصافه لجميع الاقسام. اسمك الجديد، اوعى تنساه. فريد شاكر، بطاعة عليها رقم 28280. هلو مدام فريد. الله العظيم، شيل اللبان. ايه رايكم؟ حوريه نازله من المريخ. وش معنى المريخ؟ علشان مفيش بني ادمين في القمر. نشرب في صحه العين السعيده. فري كاسك. لا انا ما بشربش، معلش. مش معقول، ده انت انسان جديد. لا مفيش، جربه عشان خاطري وحياتي. يلا علشان خاطر الست. يلا. الكاس التاني مش هتكح ابدا. لا 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 كفايه ارجوك. يا راجل عيب اشرب. احنا ضايقناكوا كتير. وبقول ان اجر شقه انا وياسمينه. ليه؟ عاوز تروح سجن برجليك؟ هنا اضمن مكان، بيت شريف، محدش هيشك فيكم ابدا. بس هنفضل كده محبوسين؟ لا 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 لا، اخرجوا اتفسحوا، محدش هيعرفكم. بس الاحتياط واجب. بصحتك. عصير الليمون ويسكي. ويسكي ويسكي ازاي بس؟ ازازة ويسكي بسرعة يا ريس. احنا اتفقنا ننسى اللي فات كله بعصير الليمون والخروب والعرقسوس. احنا اتولدنا من جديد يا فريد بيه. يلا ويسكي ويسكي.
مالكش دعوة، قوم انت بس هتلاقي نفسك بترقص من الفرحة. قوم يا جدع. اهلا بالملاك، بالسحر كله، بالطعامة، بالزرافة، باللط. فريد بيه شاكر، تاجر استيراد وتصدير. اهلا وسهلا. اهلا بيه. انا بحسدك يا فريد بيه. امسك الخشب. ما تتفضلوا يا جماعة، انا جاي مستوي. طب الهانم تلعب؟ لا يا حبيبي، ما بتلعبش الا معايا، ولعبي غير لعبكم. ايه المانع يا فريد بيه؟ ما نسيبها تجرب حظها. عشان خاطر غسان بيه. تفضلي. يلا اتفضلوا. تسعة. هايل. برافو. حظها بوم. تلعب يا فريد؟ بس طبعا أنا... يلعب. ده انت وشك حلو عليه. ولا اقول لك انا حظي ماشي، هلعب بدالك. ليه؟ هو صغير يلعب بنفسه. كارت. 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 تسعة. كسرت القاعدة وأصبحت سعيد في اللعب والحب. Thank you.
فرحان فيه؟ خايف اصحى من الحلم اللي عايش فيه. خلاص خليك نايم على طول. مش معقول هنفضل عايشين بالشكل ده. واللي يمنع؟ فلوس ومعانا زي الرز وزادت كمان. انت كل يوم بتكسب 100 جنيه. مش هيجي يوم وتخلص. قصدك ايه؟ انا بقول نفكر نعمل مشروع اي حاجه للمستقبل. وماله؟ فكر يا حبيبي ونفس. وانا تحت امرك. قوم ارقص بقى. يلا. ياسمينة ياسمينة أيوة لو سمحت صباح الخير يا فريد فين ياسمينة؟ ياسمينة؟ هي مش نايمة معاك؟ لا صحيت ما لقيتهاش ايه؟ خلقتوا سوا؟ ابدا ده احنا طول الليل سهرانين نفكر في مشروع نشغل فيه فلوسنا مشروع؟ قالت تلاقيها لافت الفلوس راحت تعمل مشروع لوحدها كنت فين يا ياسمين؟ كنت بسرح شعر عند الكوافير. شوف يا وردة نقيت لك الحتة دي على ذوقي، على الله تعجبك. يا حبيبتي كفاية بقى، جبت لنا حاجات كتير. أي فين؟ شعري. ما تعمليش كده تاني أبدا، أبدا، أبدا. عملت إيه؟ ما تخرجيش وتسيبيني لوحدي. خايف حد يخطفني؟ أنا لما قمت دورت عليكي ما لقيتكيش كنت هتجنن. أوعي تخرجي من غير ما أعرف، أوعي يا ياسمين. إيه؟ لازم آخد إذن؟ ولا حتى بإذن. مش عايزك تبعدي عني لحظة واحدة، خليكي معايا على طول. أنت حبيبي. البنت ياسمينة ذوقها هيتجنن. يا فرحتي، وأنت غورك شوية تداية ملهاش وزن ولا قيمة. يوه، أنت طماع أوي يا غسان. أنا عمري ما كنت طماع. بس أنا شايف إن الصيد هيفلت من الشبك. هم دلوقتي ابتدوا يفكروا في المشاريع. طب وناوي تعمل ايه؟ هناخد الفلوس. تسرقهم؟ أعوذ بالله، لا لا لا، هناخدهم بطريقة شريفة. ازاي؟ البنك 1000 جنيه. بنكو سولو. ما تخف شوية يا أمين. ما تخافش. كفاية بقى. الحظ معايا. يا بختك يا سيدي يا هناك. تمانية. تسعة. Thank you.
اظن كفايه 4000 جنيه. عاوزين نشطب عليه الليله. وضب الورق. شوف الجو. اتحرك شويه. كفايه لعب كفايه. عوض الفلوس اللي راحت، هنجيب غيرها. منين يا حسن؟ من السرقه؟ ما راحوا ولا كانوا بيسرقوا؟ السرقه حرام. انا هعوض ده كله من الحلال. انت بقيت لا تنفع لا في الحلال ولا في الحرام. لو الفلوس دي ضاعت هضيع انا كمان. انا هربانه من الفقر. ليه عايز ترجعني ليه تاني؟ مش راجع. راجع فاهم يعني ايه مش راجع؟ امين يا علي امين، انت نسيت المشروع اللي كنت بتفكر فيه؟ ايه يا جماعه مالكم؟ في ايه يا ياسمينة زعلانه ليه؟ مش عايزه يلعب. مالكش حق، ما دام هو عايز يلعب سيبيه، ده ممكن يعوض كل اللي خسره في كو واحد. تعالي اقعدي معانا. مش عايزه اقعد مع حد. أنا بقالي 10 سنين بلعب، ما شفتش حظ وحش زي حظك الليلة دي. وردة، أنا هنام في أوضتك. أوعى تسيب إيدي. لا لا ما تدقش، سيبها. هي زعلانة عشان الخسارة. بكرة تروح. ياسمينة أمين، ادخل بسرعة واقفل الشباك. فين ياسمينة؟ نزلت السوق مع وردة. تعالى. ايه في ايه؟ اللي واقف ده مخبر. ايه؟ بقاله 3 أيام. وما قلتليش ليه؟ ما كنتش متأكد. اسمع، أنت تمشي من هنا حالا. أروح فين؟ ايه ده؟ مفتاح شقة مفروشة بتاعتي برضه، أضمن ليك ولينا احنا كمان. طب وياسمين؟ المهم انك تختفي انت بأسرع ما يمكن. بس هي لازم تيجي معايا. طمن، البوليس لو شافها مش هيمسكها، ولما تيجي ابعتها لك بكرة بعده مش مهم. يلا يلا بسرعة، روح غير هدومك وانزل من السلم الوراني، وما تنساش شارع التوفيقية نمرة 15. جايب لك ايه؟ ما تبقيش عبيطه، دي فرصه. واحد زي ده بيحاول يتقرب لك، ليه لا؟ اللي يجي منه احسن من عينه. والنبي تسيبيني في حالي. وحالك ماله بقى؟ طب ده انت حلويتي ورديتي من يوم ما بعد عنك. انا عايزه الدنيا كلها تبعد عني. هشوف ايه اكتر من اللي انا شفته؟ كان معايا بدل الجنيه 1000، وعملت بيهم ايه؟ مش صاحبك؟ لو كان ده راجل زيي. كلهم زي بعض. انا كرهتهم، كرهتهم. لا يا ياسمين، انت حبيتي امين، ما
ومش قادرة تعيشي من غيره. هي دي الحقيقة. أنا ما حبيتش حد وعمري ما هحب. أنا كرهت الدنيا كلها وكرهت نفسي. أنا عايزة أموت، عايزة أموت. شكرا. لا الله، أمال فين القمر؟ فوق السحاب يا سيدي. قصدك إيه؟ مش راضي. غسان ولا يهمك تسوق بيه، محسوبك لين الحديد يسيحه. وريني شطارتك بس اوعى تسيح انت كمان. الو. اهلا يا فريد، ازيك؟ خير؟ عايز اكلم ياسمينة. هي فين؟ نايمة يا فريد، مفيش داعي صحيح، اصلها تعبانة شوية. فريد ها؟ إذا كنت عايزها في حاجة قول لي، ولما تصحى. ما جاتش ليه زي ما قال غسان؟ أنا جاي أخدها. جرالك إيه يا فريد؟ إحنا خايفين عليك. البوليس مراقب البيت ليل نهار. طب بس إهدى، لما تصحى خليها تكلمك. شوفي شغلك. مش عايز تقعد معانا ليه يا جميل؟ تعبانة يا غسان. بس إحنا محتاجين عادتك، ومن غيرك بنبقى يتامى حزانه. وجودك معانا بنورنا. قومي يا شيخه، قومي، يلا قومي وفرفشي. مش قادره. ده انت هتقعدي مع دسوقي بيه، الراجل الكسيب الكريم، ولا انت مش واخده بالك؟ لازم تسيسي الامور وتيجي على نفسك شويه. قصدك ايه؟ ضحكه، كلمه، الراجل ما بيطلبش اكتر من كده. هو يعني هياكلك؟ قومي يا اموره، قومي يلا غيري هدومك وتعالي بسرعه. يلا. يا ترى فاكرني عاصم الدمنهوري صاحب الفلوس اللي خدتها انت وياسمينة وهربتوا؟ ادخل واقفل الباب وراك. طبعا انت مندهش لوجودي. يا ترى كنت فاهم اني مت؟ اطمن، عمر الشقي بايق. انا لما رحت المستشفى ما جبتش سيرتكم، حاولوا يعرفوا مين اللي اعتدى عليا، لكن انا كنت حريص جدا. ها، لسه ناوي تقبض عليا؟ انا تحت امرك يا سياده الرقيب. ولا تحب انا اللي اقبض عليك؟ ابلغ البوليس. مفيش داعي، التفاهم احسن. وانا راجل مسالم دايما. بصراحة انا دورت عليكم كتير، ومن محاسن الصدف اني شفت ياسمينة في المحل التجاري، وهي كمان شافتني، وبذكائها تصورت انها قدرت تهرب مني، مع انها وصلتني لغاية باب العمارة اللي سيادتك مستخبي فيها. مرضتش اطلع، ورفضت اني ابلغ البوليس، لان البوليس مش هيرجع لي فلوسي. المهم انا عايز الفلوس، لانكم خدتوها بدون وجه حق. انت عارف ان البضاعة كلها اتمسكت. فين الفلوس؟ الفلوس خلصت، خلصت كلها. مش معقول. ليه؟ كنتوا بتاكلوها؟ صدقني مفيش منها ولا مليم. مش هدقك، ما هي ياسمينة واللي زيها يخربوا بلد، يفنوا جبال من الذهب. وناوي ترجع لي حقي ازاي؟ ما اعرفش. اشتغل وسدد اللي عليك جزء جزء. اشتغل في ايه؟ انا تاجر كبير وليا سمعتي في السوق. ما عنديش مانع. تعجبني. انت عارف وسيد العارفين ان المخدرات بتكسب ذهب. مخدرات؟ مفيش قدامي غير طريقين، يا ارميك في السجن يا شغلك معايا. وانا كمني معجب بيك، هختار لك الطريق التاني. مش ممكن.
ممكن. لا ممكن قوي. عشان تحتفظ بياسمينة لازم يكون عندك فلوس، فلوس كتير وباستمرار، حنفية مفتوحة. إذا اتقفلت الحنفية اتقفل قلب ياسمينة. ها قلت ايه؟ قلت ايه؟ اوكي عنواني اهو، اتصل بيا في اقرب وقت. ما تخلينيش اغير رايي فيك لاني حبيتك. ممتاز يا تسوقي بيه. ملوش لزوم. ليه؟ هدول اللي قاعدين في الحزانه. الله، جرالك ايه؟ ما تعقلي امال. الله، ايه اللي جابك دلوقتي؟ عايز ياسمينة. عاوز ياسمينة ولا عايز تودينا في داهيه؟ فين هي؟ انت لها وهم. وطي صوتك. اوعى. انا حذرتك من التور ده قبل كده. انت مجنون. استنى. خدني معاك. ارجع يا مجنون ارجع، في ناس محترمين عندي. محدش يحرك مطرحه. احنا اصدقاء وبنتسلى، ده لعب بريء. احنا مراقبينكم من مده، وشقتك حسب المعلومات مفتوحه للقمار واغراض تانيه. اتفضلوا كلكم معانا. ما تخافيش اهو كله بثوابه. معاك فلوس؟ انا سبت كل حاجه. هنروح فين دلوقتي؟ عند اخويا شكري. اطلع عزت على مدينة المهندسين. مين يا ثنية؟ أنا يا أمي. أمين. إزيك إزيك يا ابني؟ إزيك؟ إزيك يا أمي؟ ده كلام؟ تروح وتقول عدولي؟ مشاغل. شكري شكري، أمين أخوك وصل. إزيك يا شكري؟ الله يسلمك يا فندم. عايزك شوية. عن إذنك يا أمي. لو سمحت يا باشمهندس. أفندم، مقابلتك خلتني أندم على إني جيت هنا. وإيه فايدة الندم؟ أحب أفهمك إن أمك ما تعرفش عنك أي حاجة، لأن لو قلت لها. كل إنسان وعنده ظروفه، واللي جرالي ده كان مكتوب. أعمل إيه؟ أمين أخويا الكبير صاحب المركز البسيط والاسم العظيم اللي كنت بفتخر بيه في كل حته، يصبح النهارده مجرم مطلوب القبض عليه. زرعت فيا المسل والمبادئ الشريفه لحد ما بنيت مستقبلي وكونت حياتي عليها، وبعدين جاي النهارده تهد كل ده في لحظه. المفروض اني ابلغ عنك حالا، لكن عشان خاطر المسكينه اللي بره دي هقفل بقي، هسكت. بشرط انك تكون راجل تواجه المشكلة، تروح لأقرب اسم بوليس وتسلم نفسك.
أمين. يمكن تكون محتاج. ليه يا أمين؟ أمين. كل الناس بعدوا عني، حتى أخويا، حتى أمي. سيبني وروح لهم، ما دام كلهم بعدوا عنك بسببي. اتفضل. اتفضل. بعد إيه؟ بعد إيه؟ بعد الوقت ما فات خلاص؟ لا ما فاتش. ما هو مش ممكن هتبعدي عني. أمين، أنا اخترتك عشان تساعدني، فقرتني أكتر وأكتر. أنا عايز أخرج من هنا. يا أخي سيبني، سيبني. أنا سوري مسيو، الأجرة، أنا في المحطم لازم تديني الفلوس. طيب حاضر يا مدام. إمتى؟ بكرة بكرة. تمالي بكرة بكرة إيه ده؟ أظن أنت مبسوط من الحبسة اللي إحنا محبوسينها دي، عايشين بين أربع حيطان. خايفين، مرعوبين، مش لاقيين لقمة ناكلها. أمين، إحنا لازم نسيب بعض. مش يمكن ألاقي واحد غيرك يساعدني؟ واحد غيري مش ممكن. مش ممكن. مش ممكن ليه؟ هو بالعافية؟ يا أخي مش عايزاك، مش عايزة أعيش معاك. أنا كنت أقتلك وأشرب من دمك. عارفة ومتأكدة نهايتي هتكون على إيديك. عشان كده ههرب، ههرب من الموت، ههرب منك. ما تقوليش كده يا ياسمين، أنا هشتغل، هشتغل واجيب فلوس، وأساعدك طول حياتك. ادي 1000 جنيه. احنا متفقين على 2000. انا خصمت 1000 من الدين اللي عليك، لسه فاضل لي 9. لكن ازاي قدرت تنفذ من طريق السويس؟ بعت اخباريه ضللت بها البوليس، زمانهم اكتشفوا ان الحكايه كلها كذب كذب. طبعا يا عم، ما انت فاهم شغلهم. ارسم انت وانا عليا التنفيذ. انا محتاج فلوس. قريب قريب قوي هجهز لك لعبه جديده. يا مدام روز، انت يا مدام؟ مين مسيو فريد؟ فين الزفت؟ لسه ما جاش؟ زمان جايه. وراح يجيبه منين؟ من المريخ؟ عند مسيو بولاناكي. بولاناكي بولا زفت بنسيون ده ولا بوظه؟ بسارة نرفة كتير. سارة سارة ايه ده؟ معلش يا مدام روز. كنت فين؟ اسأل ليه؟ الساعة كام دلوقتي؟ معرفش، اشمعنى عمري ما سألتك؟ ده انت خارج داخل على كيفك. منين دول؟ بشتغل. اشتغل فين؟ في جهنم مع الشيطان. شياطين كتير، أنا شيطان فيهم.
اللي كنت بتشتغلي معاه. عاصم الدمنهوري اوهمتيني انه مات، وانا من تغفيلي صدقتك مع ان الشياطين ما بتموتش. انت خفت تقوليلي لاغضب منك واسيبك، لكن لا يا ياسمين، انا بحبك ومهما حصل منك هغفر لك واسامحك لاني بحبك. مالك انت ليه بعيد عني؟ احنا بقينا اغراب عن بعض، ما تصدقش الوهم اللي احنا عايشين فيه. فلوسك دي انا مش عايزاها. ياسمين انا بعمل ده كله عشانك انت. حاول تعمله لواحده تانيه. انا خلاص ياسمين، انا خلاص ياسمين، انا مستعد اعمل اي حاجه في الدنيا عشانك، بس ارجوك خليكي معايا، خليكي معايا، ما تسيبينيش ما تسيبينيش يا ياسمين، ما تسيبينيش. اتفضل اتفضل. ها سمير، هتقول لنا ايه الليله؟ حاجه حلوه هتعجبك. طب اتفضل. اهلا 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 خطوة عزيزة. وحشتني يا عاصم بيه. ده انت اللي وحشتينا. اتفضل. فريد بيه شاكر، مدير مكتب الاستيراد والتصدير وحرم. دكتور حسني، مهندس عبد الخالق محسن بيه. سمير صبري. مين سمير صبري؟ ما تعرفوش؟ ايه ده؟ لعيب كورة؟ كورة؟ يا سلام، ما بتسمعش إذاعة؟ ما بتشوفش تلفزيون؟ يا سيدي، لعيب كورة في النادي الدولي. كده. شكرا. تعالى يا فريد أنا عايزك. عن إذنك. قلبي ده كان خالي، مفيش عيون شغلاني، حبيبي ده شغل بالي وخلي قلبي معاه. انا قلبي ده كان خالي، مفيش عيون شغلاني، حبيبي ده شغل بالي وخلي قلبي معاه. الله الله عليها الله، احب قلبي والله سواك، اهوى انا بهوى بهوى بهوى. الورد هو عبيره والبدر هو ضياه، حبيبي ما جميل غيره جماله يا محلى. الورد هو عبيره والبدر هو ضياه، حبيبي ما جميل غيره جماله يا محلى. الله الله عليها الله الله، محبة قلبي والله سوى أهوى أنا بهوى بهوى بهوى. توفيق ابو الدهب، فريد شاكر اللي هيستلم منك البضاعه. اهلا وسهلا، معرفه خير ان شاء الله. هتستلم على دفعه واحده ولا تخليها على كذا مشوار؟ ايه رايك يا فريد؟ بضاعه بمئة الف جنيه على مشوار واحد. على بركه الله. امتى؟ حد عاصم بيه تليفون بعد بكره الساعه 9 بالظبط. على بركه الله، استاذن انا بقى. السلام عليكم. مع السلامة. لا لا خليك انت، خليك ما تتعبش نفسك. ايه رأيك يا بطل؟ كله ماشي. هو ماشي بعقل، ده اكسبريس. بس انت شايف ان كمية زي دي ممكن ننقلها دفعة واحدة؟ ممكن جدا. شيطان يا امين. مكسبنا كام في المئة الف؟ دي عايزة ورقة وقلم. ممكن يكون مكسبنا فيها الضعف. ازاي؟ هديله 100,000 جنيه أوراق مزيفة، وساعة التسليم مش هيلحق يفرز الفلوس. شيخ الشياطين بالنسبة لك تلميذ في حضانة يا أمين. أهلا
سعيد قوي اني شفتك وكلمتك، انا معجبه بيك قوي يا استاذ سمير. ده انا اللي سعيد، ما كنتش متصور ان ليا معجبات باللطافه دي والحلاوه دي والطعامه دي. عيونه دي غسلاني دوام غسل البال، حبه ده خلاني ولها لنا ولها. عيونه دي غسلاني دوام غسل البال، حبه ده خلاني ولها لنا ولها. الله الله عليها الله الله، محبة قلبي والله سوا أهوى أنا بهوى بهوى بهوى. الله الله عليها الله الله عليها الله 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 عليها الله الله عليها الله الله عليها الله. أنا إذنك أظن إنك مش داعي للحاجات دي. أنا قلبي ده كان خالي مفيش عيون شغلان، حبيبي ده شغل بالي وخلي قلبي معاه. أنا قلبي ده كان خالي مفيش عيون شغلان، حبيبي ده شغل بالي وخلي قلبي معاه. الله الله عليها الله الله، محبة قلبي والله سوا هو أنا بهوى بهوى بهوى. الله عليها الله الله عليها بصراحة أنا مش مصدق عينيا. قولي ليه؟ ليه؟ يا ما وعدتيني وخلفتي. ظروف. قد كده صاحبنا شغلك؟ أبدا، هو اللي دايما مشغول وأنا قاعدة لوحدي. وأنا بقى فاضي وتحت أمرك، مش هخليكي تقعدي لوحدك أبدا. والنبي يا أستاذ سمير. نعم. أنا نفسي أطلع في التلفزيون، أنفع. الوش الهادي المريح ده والشخصية الجذابة دي تتفتح لها كل الأبواب. تحبي تروحي فين الليلة دي؟ أنا نفسي أروح الهيلتون. هوديكي كل حتة نفسك فيها. يا سلام، أخيرا الدنيا ضحكت لي. ياسمينة، ما توطي التلفزيون ده شوية. فاضل دقيقتين والبرنامج يخلص. أنا قلبي ده كان خالي مفيش عيون شغلان، حبيبي ده شغل بالي وخلي قلبي معاه. انت يعني بقيتي مغرمة قوي المزيكا. أعمل إيه؟ ما أنت دايما مشغول. أي حاجة بتسليني. وأنا يعني بخرج أتفسح، ما أنت عارفة إنه شغل. شوفي لي الشنطة الصغيرة فين. استنى بس. النهارده بالذات لازم تكوني معايا بقلبك. آه.
عهدك بعد العملية دي هنسافر من هنا، هنعيش في بلد تانية ونبقى ناس جداد بحق وحقيقي. المرة دي لو كان عاصم قولي له اني جاي في السكة. الو، اتفرجتي على البرنامج؟ كنت قدام الكاميرا وصورتك قدامي، عشان كده كنت بغني بقلبي وروحي يا روحي. هكلمك بعد شوية، مع السلامة. مين ده؟ دي الخياطة، أصلها عايزين أروح أقيس الفساتين، قلت لها تيجي هي، ماليش نفس أخرج. هتتأخر كتير؟ 3 أيام. ياه، كتير قوي. أمين، مش عارفة أنا ليه قلبي مش مطمن. ما تخافيش، أنا بعت إخبارية للبوليس زي العادة. هتوحشيني يا حبيبتي. مع السلامة. ايه رأيك في البلاغ ده؟ بصراحة يا فندم أنا عندي شك. أنا عندي معلومات من مصادر موثوقة إن التسليم هيتم عن طريق المنيا، والإخبارية بتقول إنهم غيروا الخطة وهيتم التسليم عن طريق المعادي. قصدك تكون على سبيل التضليل؟ حصلت معايا مرتين قبل كده، وده بيؤكد لي حقيقة إن اللي بيبعت الإخباريات دي فاهم طبيعة عملنا. عموما احنا نجهز نفسنا في الطريقين عشان ما يكونش في اي نوع من انواع الخداع. تمام يا فندم. العمليه دي هيكون لك فيها نصيب الاسد. كله من خيرك. وناوي تعمل ايه بالفلوس؟ مشروع تجاري لياسمينة عشان اضمن لها حياتها. نصيحه من اخ بيحبك، فكر في مستقبلك واضمن حياتك اولا. ما هي كمان تعبت معاه. ما خبيش عليك، رجالتي شافوا ياسمينة مع الممثل سمير. خليك حريص، اوعى الطب. ايه؟ ميعاد جه. محدش يتحرك، المنطقة كلها محاصرة.
يا بنت يا كسودة 669 مصر، بلغوا نقط الحراسة. ياسمينة، مش ده وقت الحساب، البوليس ورايا، لازم نهرب. اهرب لوحدك. وانتي؟ عايز نضيع عمري زيك هربانة؟ لا لا، مش عايز اهرب. عايزة تفضلي هنا عشان انتي بتحبيه؟ دي مسألة تخصني انا. كلمي قولي انتي بتحبيه؟ انت عايز مني ايه؟ مش سايبني وبتجري ورا الفلوس؟ اجري وراها، مالكش دعوه بيا. ما هو كله عشانك. مش عايزاك، مش عايزه فلوسك. طب ما قلتش كده ليه من الاول؟ كنت خايفه منك، حاولت ابعد عنك. انت اللي بتجري ورايا، ما تسيبني في حالي. اذا كنت عايز تقتلني اتفضل. أنا مش عايز أقتلك، أنا بحبك. أنت كمان ما تقدريش تستغني عني، إحنا بنحب بعض. فكري في الأيام الحلوة اللي عشناها سوا. ذل وخوف ورعب وعذاب، كفاية كفاية. مش هترجع تاني، هتنسي كل اللي فات، هنعيش سوا من اول وجديد. يا امين انا مش عايزاك، مش عايز اعيش معاك. بعد ما ضيعتي مستقبلي، بعد ما حولتيني من انسان شريف لمجرم. انا ماليش ذنب. هو انا ضربتك على ايدك وقلت لك حبني؟ انت اللي جريت ورايا، انت اللي اخترت الطريق ده لنفسك. اتحمل غلطتك، خليك راجل. ياسمين انا بحبك، قولي انك بتكدبي عليا، قولي انك بتحبيني وهتهربي معايا. عايزني اخدعك واقولك اني بحبك؟ لا لا، انا بكرهك، سامعني؟ بكرهك. اوعى
سيبني يا اخي، بكرهك بكرهك، مش عايزة هيك، مش عايزة هيك، مش عايزة.